خلص خلونا نروح على البيت والله تعبنا. وين بنروح؟ شو بنروح؟ بالباص. بكره ماني جاي. والله لو معي سياره كنت رحت. ما معنا جاي منين وصلت معي لهون. لا هي خلص تعلق بكره ساره ما قبل مره انا ترجمت المؤتمر قبل مره علقوا الجلسه. علقوها؟ خلصت ان شاء الله يعني. هاي الاستراحه شو لها طعم يعني. بس هالمره صارت فينا. والله اي دعوه ثانيه باي مؤتمر ماني جاوبها. بعده ما عم بيصرصر. قالوا شو في وحده سالتها للربيع شو الهدف من كل هالحضور؟ شو كل هالحضور؟ لاحسن شيء لما اخذوهم على صوت شيء اخذوا شيء 5000 بني ادم مشان شو؟ مشان يصفقوا كلنا واحد الشعب السوري واحد. عن جد يعني شو الهدف من كل هالحضور اللي جبتوني؟ ما شوفوا ما في حدا يعني ما بيعرفوا شو العلاقه؟ هلا بالمره ما في حدا. دكتورة طلع عنوان الجلسه طلع عنوان شو له علاقه بالموضوع؟ هلا لانه الكوفيد 19 كمان اثر، مو قال فيصل المقدار كوفيد 19 كمان اثر على عوده اللاجئين، كثير ناس كانوا بدها ترجع بس ما قدرت. لا ظروف صعبة ما فيك تلوم حدا مسافر.